بالنسبة للديسكريبتيف ستاتستيك اللي هو التابلز والجرافز، فذني راح ناخذ اللي هو التابلز والجرافز وال اللي هو الفريكوينسي تابلز، راح ناخذ الخواص مال كل واحدة منهم. هي كلش سهلات طبعا. بداية مثل ما قلنا اللي هو الاورجنايزيشن اند سمرايزيشنز اند ديسبلاينج ذا داتا كان بي دان باي ذا فولوينج ميثودز، يعني انه انظمهن واختصرهن واعرض الداتا، يعني ممكن اعرضها بعدة طرق، ممكن على شكل تيبل، ممكن على شكل جرافز، ممكن على شكل نمبرز. طبعا دكتور قال لك يعني لا شرح حفظ ولا اي شيء، بس يعني ما ادري اذا النقاط انا اشوفها مهمه. قلت له بالنسبه هذا للتيبل اللي هو understandable and self-explanatory without reference to the text. This is done by. يعني هنا لازم هذا table يكون understandable. لازم يكون كلش مفهوم. ويعني self-explanatory. يعني كأنه هو يشرح نفسه. يعني ما يحتاج إنه أحد يوضحه من دون مرجع أو من دون ما أحد يعني يوضح زيادة. فمثل ما قلنا انه لازم اولا اللي هو التايتل should be clear. التايتل العنوان اللي اخليه فوق التيبل لازم يكون clear، يعني هسه هنا التيبل اخليه فوق العنوان، لازم هذا العنوان يكون clear يعني placed above the table and answer the questions of what, where and when. هذا العنوان لازم يعني بيت اجابات، يعني هو عنوان واحد مثل ما قلنا انه لازم يكون يعني understandable، يعني يكون كلش مفهوم، يعني لدرجة الواحد من يبغى عليه يعرف انه هذا التيبل عن شنو اللي هو what، ويعرف انه هذا where يعني يعني وين صار، وكذلك يعرف اللي هو وين اللي هو الوقت مالته. فال each row and columns should be labeled clearly and consistently، يعني انه كل label يعني لانه بي مثل ما قلنا اعمده صفوف rows و columns، فذني لازم يكون labeled يعني يكون مرقمات يعني، ويكون من بطريقه مختصره، يعني ما كاتب لي عنه جرين او بطريقه مختصره ويكون مفهومه. The specific unit for the measure for the data should be defined. كذلك the specific unit مال measure للداتا، يعني أنا مخلي داتا لازم أخلي اليونت، لازم أعرف شنو هاي اليونت مالتها. يعني مثلا هنا مثلا أخلي الويت وأخلي إنه هذا الويت هو قسته مثلا بالكيلوغرام وأخلي الأوزان هيك. The total should be placed. لازم أكو بالنهاية total، يعني أنا أخلي الجدول بالنهاية لازم أكتب total، يعني هاي من الأساسيات حتى اللي ما قرأ من يعرفها. Illustrate the samples, code and abbreviations. يعني اذا لازم اخلي اذا سامبلز رموز، اخلي كود اهم الرموز، اخلي ابريفيشنز اهم اختصارات، ما اخلي الكلمه طولاتها. يعني مثلا احنا هسه بالجداول مالتنا اللي سوى الكلمه مثلا ما يخليك اللي هو ديسكشن بكلمه، خليك ديسك، هذا تفهم انه هو ديسكشن. وش يسوون بنهايه الجدول؟ يقولون انه الديسك هو عباره عن ديسكشن، يكتب لك التكمله. هو هنا اللي يصير اللي هو باي بوتينج ا فوت نوت below the table، نخليك اللي هو الفوت نوت اللي هو الاختصار هذا شنو معناه بنهاية التيبل. The source of the table if not origined، يعني هاي كلها نقاط مال التيبل، اللي يهمني هو هاي. اما هي يعني مو يعني الدكتور قاعد يعني ما نجيب لا شرح ولا شيء، بس يعني هاي انا اشوفها مهمة. زين اذا نبدي فعلا اللي هو الجرافيكال او اللي هو الفيجر اللي هو الاشكال فعلا. هل هالاشكال انا اقدر اقسمها الى قسمين؟ هو اعتمادا هل هي راح تقيس اللي هو او راح تمثل لك الكاتيجوريكال داتا لو النيوميريكال داتا، العدديه لو النوعيه. فبالنسبه للكاتيجوريكال داتا اللي هو عندنا فد المصطلح اللي هو الشارت، دائما الشارت سواء اللي هو البار شارت او الباي شارت. اوكي ذن المصطلح اللي هو البار شارت والباي شارت، ذن يستعملهم انه اقيس الكاتيجوريكال داتا، ما بيها مجال ان ذني اثنيناتن. فذني هم الحفظ اللي هو الكلام اللي عنهن انه انا شو وقت استعمل وين استعمل، هذا هم المهم. فانه representations of the frequencies مثل ما قلنا هي تمثل لك الفريكونسيز، يعني انا هنا اخلي اللي هو ال variables يعني اللي هي categorical مو numerical، يعني مثلا medical, surgical, cardiac والother ذني اكيد مو ارقام انما كاتيجوريكال، واخلي هنا الفريكونسي سواء نسبه مئويه سواء التكرار مالتهن بخليني هنا. لازم مثل ما قلنا هو ريبريزنت اذا للمن للفريكونسي، هاي اللي هو مثل لك الفريكونسي. يقول لك اللي هو اور ماجنتيود يعني هي الارقام باي ريكتانجلز اللي هي الريكتانجلز ذن المستطيلات يصير بين اوف كونستانت ويدث، الويدث مالتها يكون ثابت، يعني هنا كويدث هذا الويدث من هنا لهنا ثابت، كلهن ثابت ما يتغير، يعني مو يتغير لانه ما له علاقه الويدث، يعني هنا الويدث ما يعني
يمثل لك فاريبل، ما يمثل لك عدد فانه ممكن يعني يكبر او يصغر، انما فلهذا انه يكون ثابت. الدرون وذ لينث، طبعا الدرون وذ لينث انه يرسم ويا لينث، هنا ويا لينث، هذا اللينث يكون شو يكون؟ proportions to the frequency، a proportion للفريكونسي، يعني هنا هسه هذا الطول مالته proportion للفريكونسي. يعني مثلا هنا عندك هسه الميديكال شو يكون؟ 12 وهي 10، فلهذا اذا الطول مالته المفروض proportion للفريكونسي، لعدد المرات اللي هي 12 اللي فوق ال 10 بشويه. السيرجيكال 6، اذا اللينث مالته يكون proportion للفريكونسي. يعني هسه يعني الموضوع اصلا فهمي اكثر ما انه حفظ، يعني سالفه تفهمه بس يعني حتى ما يحتاج تحفظه. فان سيرتين هوسبيتال مثلا عندك اللي هو البيشنتس اللي الاي سي يوز اللي هو دخلوا بوحده العنايه المركزه، فميديكال 12، سيرجيكال 6، كاردييك 5، والاذر كانوا 2. فهنا اذا دول شلون اخليهم؟ جاي يقول انه هو كونستراكت السوتبل دايجرام. السوتبل دايجرام هذا ممكن انا اخليه قسمين، يعني مو الا بار شارت، لانه مثل ما قلنا ذني كاتيجوريكال، وكاتيجوريكال يعني اما بار شارت يا مثلا نشوفه اللي هو الباي شارت، اوكي؟ فيعني مو الا هاي، بس هنا اشكال نحفظون، يعني ممكن نجيب هيك شكل وتقول اذا شنو هذا الشارت، باي شارت، بار شارت، انتو تكتبون. زين، فلهذا اذا اكيد هنا أنا من 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 يجي تخلي اكيد انه الويدث مالته العرض مالته هو ثابت، ليش؟ انه ما يعني ما له علاقه، هو مو متغير، يعني هنا أنا مو فريكونسي او عدد، فممكن يطول ممكن يصغر، ثابت، يعني ما له علاقه، اللي له علاقه به هو الارتفاع مالته، هو هذا اللي يتغير، proportion للمن؟ للفريكونسي. بس هو هذا البار شارت. البار شارت اكو من عنده انواع اخرى، مثلا اكو اللي هو الكلسترد بار شارت، هذا هو الكلسترد بار شارت. انه في حالة انه مثلا اكو تو فاريبلز واريد اقارن بيناتهم، كذلك اللي هو السيجمنتد بار شارت، السيجمنتد هو هذا. يكون مفصول، يعني هو هذا بار وهذا سيجمنتد، طبعا يعني ذني مو نفس الشيء اسمه، يعني مثلا هذا يعني هذا للميل وهذا للفيميل، فهذا للميل تقريبا 4 وللفيميل يعني تقريبا للعشرة، اوكي؟ فهو يعني ايش بس يعني دامجين كانه يعني شلون واحد مقابل الثاني، يعني مو واحد بصف الثاني. الكلسترد واحد بصف الثاني، بس السيجمنتد يكون يعني مثل تقريبا مقسم، بس يعني واحد قدام الثاني. طبعا ذني شو وقت استعملهن في حال الكلسترد وفي حال السيجمنتد؟ باللي هو الديستريبيوشن مال المور ذان وان كاتيجوريكال فاريبل، وان كاتيجوريكال فاريبل يعني اجيب لك ميل اجيب لك فيميل واقول لك ذن اثنيناتن سوين، فلهذا ذن استعمل لك اللي هو كاتيجوريكال لكنه مور ذان وان كاتيجوريكال، فاستعمل كلستر بار شارت او سيجمنتد بار شارت. هم نحفظ ايش كلهن، يعني هذا سيجمنتد هذا سيجمنتد، لانه ممكن يجي هذا اللي هو يسموه البلوتد او العفو يسموه الهوريزونتال بار شارت، يسموه هوريزونتال بار شارت. يعني هذا من يشوف، طبعا هو شلون انا اعرف انه هو بار شارت؟ بار شارت يكون مستطيلات مثل ما قلنا، ويكون اكو مفصولات عن بعضهن البعض. هسه راح نشوف واحد ما مفصول عن بعضهن البعض انما مرتبطات، ليش؟ لانه رقمي، لانه ارقام، لكن هذا البار شارت مو ارقام، فلهذا ما مرتبطات عن بعضهن البعض، لانه هن مو كونتينوس، مو رقم يكمل رقم. يعني هسه عندك الانكزايتي ما له دخل بالسكن وما له دخل بالدايجستيف، فشلون انه انا اربطهن سويه؟ فما المفروض اربطهن سويه؟ فلهذا مفصولات، فبس تشوف هيك شكل مفصولات عن بعضهن، فهذا رسم بار شارت. عادي شفته هوريزونتال، فهذا خلاص هوريزونتال بار شارت. زين، اقول لك انه الباي شارت، الباي شارت هم مثل ما قلنا نفس الحاله، هم يمثل لك الفريكونسيز مال ال ايش اسمه مو الرقمي الكاتيجوريكال. اذا هو عباره عن سيركل هوز اريا ريبريزنت ذا توتال فريكوانسي، هاي عباره عن سيركل والاريا مالتها هاي كلها تمثل لك فد توتال فريكوانسي، هاي كلها تمثل لك 100% توتال فريكوانسي. لكن من اجي انا اريد اقسمها اسوي لها سيجمنتيشنز، اجي اقسمها فيقول لك انه which is divided into segments، اقسمها لعده segments، واللي هو which represent the proportional composition of the total frequency، وكل واحده منهن تمثل لك الفريكونسي حسب الفاريبل مالته. يعني مثلا اسال هذا الازرق ميديكال، هذا الاحمر سيرجيكال، ذاك كاردييك، وذني اذر. زين، كذلك كل هو البيكتو شارت هم من ضمن الكاتيجوريكال. البيكتو شارت باختصار هو بمجرد انه تشوف شارت برموز بي سامبلز مباشره، يعني اذا عباره عن سامبلز رموز، راسا اقول انه هذا بيكتو شارت ما بيها مجال.
هذا هو representation لأمن للفريكونسي وكاتيجوريكال همين بس using للمن للسامبلز اللي هو لدراوينج أو بيكتشر صورة أو رسم أو رمز relevant للسبجكت ماتر يعني حسب الموضوع. الكو همين اللي هو الفلو شارت هذا اللي يعني شايفين من المحاضرة الأولى اللي هو consequence when اكو sequence of serious events يعني مثلا أنا هنا أنا عندي داتا هاي الداتا رقمية هاي الرقمية discrete مثلا من عندي داتا هاي للداتا هي qualitative هاي qualitative nominal هاي nominal dichotomous فلهذا يكون الموضوع عبارة عن sequence من الـ events اكو هواي events جاي تصير فاستعمل flow chart لان هسه الشارتات اللي اخذت اللي هو الباي chart والflow chart البيكتو chart والبار chart ذني كلهن للcategorical كلهن للcategorical هنا راح نيجي ناخذ للnumerical data عادين للnumerical data قال هنا هو الاكو اللي هو one dimensional dot diagram اللي هو هذا اللي هو one dimensional يعني فقط عبارة عن x axis وتخلي عليه نقاط هذا هو one dimensional اللي هو هنا انا مخليته الدكتور هذا رسم خارجي بس هذا هو رسم الدكتور اللي هو يعني ما فهمت كل شيء من عنده بس هو عبارة عن x axis وتخلي عليه النقاط اعتمادا على الفريكونسي يعني اللي اعتمادا على المتغير اللي عندك هذا من يصير بي اكس واي يسمي 2 dimensional ومن يصير بي 3 يسموه 3 dimensional فأقول لك أنه every observation is marked as a dot corresponding to its value on the line يعني أنه مثل ما قلنا أنه كل observations كل متغير حيكون هو عبارة عن نقطة تمثل القيمة مالته موجودة على هذا اللاين طبعا usually horizontal line على الأغلب horizontal هذا اللاين يكون بس هذا المحتاج نعرف عنه هذا الشارت يسموه اللي هو الارثمتيك سكيل لاين جراف بس احفظوا اسمه هذا ايش صاير هاي الشارت هو المفروض فريكونسي تيبل يعني هذا التيبل هو فريكونسي تيبل انا ادري بس يعني ما متاكد يعني بس يعني لان هي الرسم يعني شويه طالع يعني نكمل قدام ما اعرف صراحه شنو هذا هذا الصراحة ما أدري بس يمكن نفس الفوقة يعني هم يمكن أرثمك سكيل لاين بس ما أعرف لأنه ما مكتوب بس أنا أشك إنه هو يعني عندك اللي هو الهيستوغرام عادي هنا الهيستوغرام هو بالضبط اللي يعني كلش يشبه البار شارت بس اللي يختلف مثل ما قلنا إنه البار شارت شان اعتباره عن كاتيجوريكال يعني الموضوع اكو فواصل بيناتهم لكن الهيستوغرام لا هو عبارة عن ارقام continuous فماكو اي فواصل ما بين الفاريبلز مالت لان هي عبارة عن ارقام مثلا هسه من انا اقول لك من 20 ل 30 والله من 30 ل 40 ما موجودة من 40 ل 50 من 50 ل 60 من 60 ل 70 فكلها اكو continuous اكو continuity استمرارية بيناتهم فالهيستوغرام همين represent the frequency rectangles المستطيلات ما تشينو proportional to the area to the frequencies are erected on the horizontal axis هنا عادين همين يختلف بسالفة انه العرض مالته الودث مالته او السيرفيس اريا مالته ما تكون بشكل ثابت يعني من هنا لهنا كلهن يكون الاشكال ثابتة لا انما تمثل الفريكونسي مال الفاريبل الموجودة بالهوريزنتال اكسس الموجودة بالاكس اكسس تمثلها والارتفاع هم يتمثل لك اللي هو الفريكونسي مال الواي اكسس هي هاي فاللي هو the base lines are continuous مثل ما قلنا dealing with the continuous variables مثل ما قلنا هذا البينس continuous من 20 إلى 30 و 30 إلى 40 ويشي لأنه مثل ما قلنا جاي نتعامل ويا أرقام continuous variables the width of the rectangle should be equal هم لازم يكون متساوي لأن هو يمثل يعني شو متساوي يعني 10 10 أو 5 5 يعني ما أقول من 20 إلى 30 وهاي أقولها من 35 إلى 40 يعني ما يصير أنا أقول من 20 مثلا إلى 40 وأجي هنا وراء رأساً أقول من 45 إلى 50 من 50 إلى 60 ما يصيرش لازم لأما 10 10 يعني ما 5 5 هلا بده يكون continuous ويكون نفس الwidth هنا أنا كمان اللي هو الفريكونسي polygon البوليجون هو نفسه عبارة عن histogram بس إنه أنا أجي أخلي ذني النقاط يعني أخلي نقاط بأعلى يعني بالقمة مال ال الركتانجلز مال المستطيل واجي اجر خطوط عادي اوكي فيطلع لي اللي هو الفريكونسي بوليجون لما يجي هذا الشكل هو فريكونسي بوليجون او كذلك هذا الشكل مالته طبعا يسموه بوليجون لانه هو يكون بعده اتجاهات يعني باعسه من هنا هيك
ايش صعد جنزل فلهذا لانه هو يكون بعده اتجاه يسموه البولي جون لانه بولي متعدد جون يعني اعتقد دايركشنز سموا بعدة اتجاهات مثل ما قلنا the appropriate when the variables هذا when appropriate هاي من مهمة ونستعمله the variables on the horizontal axis are continuous and there is only single value on the vertical axis من إنه يكون اللي هو horizontal axis continuous وفقط أكو single value على ال vertical axis بهاي الحالة يلا نستعمل ال frequency polygon إذا نهم اللي هو chartout زين فوت خلينا انا رقم يعني زين اقول لك الادفانتج كان بي بريزنت مثل ما قلنا يعني مو كلش مهمه هنا انا الستيم اند ليف بلوتس هاي كلش سهله هنا انا ستيم اند ليف يعني مثل الشجره والاوراق اللي يصير هنا مثلا عندك 1.2 3.4 5.3 5.4 3.6 فاللي انت تجي تاخذ ذني الارقام اللي بدون اعشار هن ذني نسميهن الستيم اللي هو الجذع وتجي هنا تخليهن فذني تكتب هنا ستيم وهنا الليف مالتن الاوراق الستيم عاد يجي عندك 1 عندك 3 عندك 5 وهاي المكررات ما تجي هنا تخليهن ما تخليهن هنا لكن مثلا لو عندك اللي هو 3.7 3.6 النوب هسه راح نشوف شلون فاذا الواحد اجي اشوف 1.2 بس 1.2 فنخلي 2 بالليف يعني هنا 1.2 يعني هذا الخط عباره عن بوينت اللي 3 عندك 3.4 واكو 3.6 و 3.7 و 3.6 يعني وخليها طبعا بالترتيب يعني 2 لا لا 3 صرت 3.4 و 6 و 6 يعني هنا لازم يتكرر الليف لازم يتكرر طبعا ليش لازم يتكرر يعني انت من تيجي توزعهن اوكي تقول اللي هو 3.4 3.6 و 3.6 النوب فعلى مود من تيجي يعني لو انت شايل 6 منها فما حتعرف انه اكو 2 3.6 فلازم تخلي ال 6 كذلك الحال بالنسبه للخمسه فانا هذا بالنسبه للمثال اللي هو مخليته مخليت لك ذن الارقام اوكي او ذن الارقام ما ادري هو الارقام مخربطه بس يعني نمشي لو على ذن الأرقام عندك 1.7 1.9 1.9 و2.2 هذه هنا يعني كلش ما أقدر أشوف منين أوكي 0.6 2.6 و0.1 إذا عندك 0 داخل 0 حتى لو عندك 0 ثاني خلاص ما تخلي أكو 1 طبعا همين بالترتيب يعني مو 0 3 9 خليهم بالترتيب 0 1 2 هيك عندك 2 خلي 2 حاليا اللي هنا حدنا يعني لأنه ذن الأرقام ما جاي أشوفهم فنفترض ان بس ذن اللي انا يعني عندي فلهذا اذا الصفر عندك فقط 0.6 خلاص تخلي 6 او اكس 0.1 اوكي العفو هم من 6 و1 بالنسبه للواحد عندك 1.7.9.9 فتخلي 1.7.9.9 اوكي ورا عندك الاثنين اللي هو عندك 2.6 و 2.2 تخلي 2.6 2.2 وهاي خلصنا ما اقدر اسهل الصراحه يعني ما محتاج له بس يعني انتبهوا على الشارتات على الصور مالتن لان اعتقد تجي وهاي مع السلامه.